بسم الله الرحمن الرحيم. الآن راح نبدأ إن شاء الله بشابتر 15، وشابتر 15 مرتبط بشابتر 16. Both chapters بيحكوا عن groundwater contamination. 15 هو introductory part، و16 في details أكثر متعلقة ب transport processes of contaminants. 15 more or less theoretical background that talks about the contamination and different aspects of the contamination. فبتبدأ هاي البرزنتيشن بجملة مفتاحية هيك اللي هي بتمهد للديمونستريشن اللي موجود عندنا. يعني البريفنشن والسستينابيليتي والمانجمنت للجراوند ووتر ريسورسز، يعني بريزرفيشن حفظ، سستينابيليتي يكون في ديمومة من ناحية الاستخدام، والإدارة الفاعلة والتحكم. هذول الثري كونسبتس بيهتموا وبيعتمدوا بشكل كبير على المحافظة على الكواليتي للجراوند ووتر ريسورسز. When you would like to use the groundwater for a long period of time، يعني يكون استخدام فيه ديمومة لفترات طويلة جدا، معناته لا يمكن أنت تقدر تعتمد على مصدر مائي هو بواقع الأمر ملوث أو فيه إمكانية عالية للتلوث. وبالتالي الكنترول اللي هو التحكم، والبريفنشن اللي هو المنع للكونتامينيشن، هو ركن أساسي في إدارة مصادر المياه الجوفية. ومكتوب هنا عبارة، يعني أنا بسألك ليش، يعني ليش why groundwater contamination is a critical issue. Why؟ I think هو الجواب already موجود عندي بهذه الفقرة، لكن at least if you think about the quality of the groundwater resources, for example in Gaza Strip في قطاع غزة، هناك في coastal aquifer، حوض جوفي ساحلي، والحوض الجوفي الساحلي بيعاني من مشكلتين رئيسيات مرتبطين بالكواليتي: ارتفاع نسبة الأملاح وارتفاع تراكيز النيتريت. الأولى نتيجة السي ووتر انتروجن، والثانية نتيجة الاكسسيف اجريكالتشرال اكتيفيتيز. فالمي اوريدي موجودة، لكن المي موجودة بس بكواليتي رديئة، فكأنها اكشلي مش موجودة، لأنه بصير في عندي ريستريكشن أو ليميت لاستخدام المي. فإذا ما بكفي إنه الكوانتيتي اسبيكت إنها تكون فولفيلد، بس كمان الكواليتي اسبيكت also should be considered. بدي احكي له هنا 3 key words. تلوث المياه الجوفيه، الكونتامينيشن والكونتامينانتس ملوثات، اذا في كونتامينيشن تلوث وكونتامينانتس ملوثات، دائما مرتبطين ب 3 major aspects، مناحي ثلاثه رئيسيه. وجود التلوث بده يؤدي الى تداعيات اقتصاديه، وجود التلوث له أبعاد بيئوية بيئية، وأكيد تناول أو التعاطي مع مياه ملوثة فيها contaminants أو هي contaminated أكيد راح يعود بنتائج سلبية على الصعيد الصحي. هو مثلا معطينا يعني جست لمحة سريعة إنه في health concerns، في دائما مخاوف صحية قائمة لما يكون في تعاطي مع مياه ملوثة، لأنه دائما طبعا يعني حسب نوع التلوث في اعتبارات ممكن يكون مرتبطة بسرطان أو كدني دمج للكلى، أو مثلا للنيرفوس سيستم الجهاز العصبي، مثلا ممكن إذا كان في نيتريت تركيزها عالي في المي وتناولها طفل ممكن 3 شهور او تبر شرب من هاي المي، او حدا شربه يعني بالاحرى، هذا ممكن يعمل الازرقاق او the blue baby syndrome، واللي هو بيؤدي للاختناق يعني والوفاة بالذات من الاطفال الرضع، يعني لانه تناول
مي فيها كونسنتريشن عالي من النيتريت، بقلل قدرة الدم على حمل الأكسجين، وبالتالي هذا بيؤدي إلى زي ما هو اوريدي مكتوب the adverse health problem. The same applies مثلا للزرنيخ الأرسنك. الأرسنك والزرنيخ موجود أو مرتبط في تايلريز اللي هي دباغة الجلود، وهذا إذا كان هذه المواد الكيميكالز المستخدمة في دباغة الجلود، هاي الكيميكالز وصلت للمياه الجوفية، ممكن يكون فيها تركيز عالي من هذا الزرنيخ اللي بسبب فيلير للجهاز العصبي وممكن للكدني والمجرة يعني. فإذن يعني في concerns من ناحية البولوشن يعني، لكن طبعا يكون واحد عنده يعني وعي انه مش كل pollution له نفس الـ health adverse problems. يعني تلوث عالي من الكلورايد اكيد مش زي تلوث عالي من الزرنيخ، فإذن في مفاضلة بيناتهم. الشيء الثاني اللي هو قلنا احنا environmental، لما نحكي environmental aspects of groundwater contamination، الأكيد ممكن يكون في ارتباط ما بين surface water والground water. هذيك هذا already مر معكم بالهيدرولوجي من خلال مثلا البيز فلو اللي هو stream aquifer interaction. فإذا الحوض الجوفي كان منسوبه أعلى من stream stage هذا بنسميه base flow، وبالتالي إذا كانت مياه الجوفية ملوثة معناته البيز فلو اللي هو هذا هو البيز فلو راح ينتقل للسيرفيس ووتر، وبالتالي يلوث مصادر المياه السطحية، ولما يلوث مصادر المياه السطحية أكيد راح يأثر على الوايلد لايف الحياة البرية. إذا في حيوانات ممكن إنها تشرب من هاي المي، الفيش هابيتات اللي هي الفيش هابيتات البيئة السمكية. وأي think that this is very very common. يعني في أمريكا أنا اشتغلت في مشروع يعني كان في هاي الإشي الجراوند ووتر في تلوث عالي من النيتريت نتيجة الأجريكالتشرال فيرتيلايزيشن، وهذا أدى لإنه هاي كونسنتريشن في البيز فلو، وبالتالي صار في هاي كونسنتريشن في طبعا من النيتريت في السيرفيس ووتر، وهذا أثر على صناعة سمك السالمون في واشنطن ستيت يعني على حدود كندا. فإذا يعني في بشكل أو بآخر environmental impacts in the end. الشيء الثالث اللي هو البعد الاقتصادي الناتج عن تلوث المياه الجوفية. In the end of the day كيف ممكن نعرف إنه في عندي تلوث المياه الجوفية؟ معناته ممكن نضطر إنه نعمل subsurface investigation بغض النظر كيف، ممكن من خلال monitoring wells، وبالتالي إذا في cost to detect نكتشف to investigate، في cost to prevent، لأنه بالنهاية لما أنت تحكي إنه التلوث جاي من fertilization معناته بدك تشوف مصدر الأسمدة، أكيد الأنشطة الزراعية معناته بدك تلزم المزارع إنه to limit the use of fertilization or fertilizers، وبالتالي هذا بيكون فيه كوست لأنه محصوله كإنتاج راح يكون أقل. طب مين بده يعوض المزارع؟ إذا في عندي cost of prevention للمنع، طب تلوثت المياه الجوفية بدنا ناخد action في المعالجة على سبيل المثال، معناته راح يكون في عندي كمان cost to do the remediation or treatment or mitigation التقليل. طيب هاي المياه already صارت ملوثة، معناته بدي مصدر مائي بديل. مصدر مائي بديل ممكن يكون انك تحفر بئر جديدة. إذا to develop a new water resource توجد مصدر بديل أكيد في له cost هذا بالنهاية. وعبالا توجد المصدر البديل أكيد مثلا إذا بنحكي على استخدامات الشرب، الناس بتشتري مثلا مي bottled، وبالتالي هذا اكيد راح يكون الكوست تبعها اعلى من الشيء لما يكون سبلايد من جراوند ووتر ويل. لورد بروبرتي فاليو ك ايكونوميك رامفيكيشن، اكيد لما مثلا واحد يكون عنده قطعه ارض كبيره مئات دونمات مثلا على سبيل المثال وبده يبيعها، لكن البئر اللي فيها بئر ملوث
بئر ملوثة، وبالتالي أكيد قيمة البروبرتي هذه راح تكون أقل، لأنه شو الفائدة من استخدام البير في قطعة أرض يعني. لكن لما نحكي إنه هذه أرض تحتها أكوفر، الأكوفر فيه درينكابل ووتر، بالتالي ممكن الواحد يقدر يعمل مشروع اقتصادي يستفيد من هذه المياه الجوفية. إذن somehow في ارتباط بين قيمة الأرض وبين وجود أو عدم وجود التلوث. Costs incurred تنتج from possible mortality or morbidity. Mortality اللي هي وفيات، morbidity اللي هي الأمراض، وبالتالي أي أكيد تناول مياه ملوثة ممكن يؤدي للوفيات وممكن يؤدي للأمراض. و يعني في موفي امريكان موفي بنصحكم اذا صح لكم تقدروا انكم تنزلوه، يو كان اذا في تورنت عندكم هيك ممكن تنزلوه فور فري، اسمه سيفل اكشن. والموفي رائع جدا لانه بيحكي عن قضيه في المحاكم الامريكيه رفعتها إحدى الكوميونيتيز في أمريكا ضد إحدى الشركات اللي بتستخدم كيميكالز، I think TCE تراي كلوروإيثيلين، وبيحكوا عن الموربيديتيز والمورتاليتيز اللي حصلت نتيجة استخدام مياه جوفية ملوثة من هذا المصنع. يعني it's very very interesting movie، واستعانوا بأحد خبراء المياه الجوفية لتحديد مصدر هذا التلوث وربطه بشكل أو بآخر بالمصنع اللي هم already أخذوا منه تعويض نتيجة الكيسز اللي already صار. فإذا هو مرتبط بالإيكونوميك وأكيد مرتبط بالهيلث. Decrease in agricultural and industrial yield، يلد الإنتاجية as a result of using the impaired. Impaired اللي هو الإشي اللي فيه مشكلة، يعني المية اللي فيها مشكلة اللي هي التلوث. وأكيد يعني لو إحنا تخيلنا مثلا مياه جوفية فيها تركيز عالي من الأملاح، استخدامها في الري الزراعي بيأثر على قدرة السويل على تمرير النيوتريانس للكروبس، وأكيد بيأثر على إنتاجية أو يعني العطاء تبع الأجريكلتشر أو الزراعة يعني. معظم التكست باي ذا واي اللي أولريدي موجود هنا you need to understand it and express it in your own words. طبعا المصادر الملوثات ممكن تكون ناجع اكيد عن disposal unmanaged، يعني اشي غير مسيطر عليه، سواء كان على السطح او into ضمن. على السطح زي الفيرتلايزرز على سبيل المثال، او into كانها embedded already زي مثلا الحفر الامتصاصية. الحفر الامتصاصية مش على السطح لكن at least هي below the surface. يعني مصادر التلوث ممكن تكون municipal، يعني something جاي waste من على مستوى المدينة من النفايات مثلا المنزلية أو whatever sources of pollution من إشي على مستوى البلدية مثلا أو التجمع السكاني. والindustrial اللي هو الصناعي، في عندي أنشطة صناعية تعمل waste زي نفايات، وهي بشكل أو بآخر مثلا بتلاقي طريقها للمياه الجوفية. A very good example for example، يعني مثلا يكون في عندنا مصانع البطاريات اللي بتعمل recycling، أحيانا هذه بتعمل التخلص منها بعمل مع الأمطار مثلا leachate، وهذا ممكن يوصل للمياه الجوفية. Agriculture حكينا عنه. Miscellaneous في متعدد أو مختلف، يعني ممكن يكون زي مثلا nuclear، ممكن يكون medical، يعني things like this. Severity of groundwater contamination، حدية يعني نحكي مثلا هذا التلوث حاد أو مش حاد أو له بعد سيء أو لا، بيعتمد على مجموعة من الاعتبارات. إذا كانت المي المستخدمة للأغراض الشرب، مي ملوثة مستخدمة للأغراض الشرب، أكيد أي تلوث بيعني إشي كتير. بس إذا هاي المي مستخدمة مثلا في غسيل السيارات على سبيل المثال، شو بهمنا إذا كانت فيها تركيز عالي للنيتريت؟ إذا حسب طبيعة الاستخدام بيكون دور سيفيرتي. إذا كانت المي مستخدمة
الصناعات الغذائية على سبيل المثال، أو أكيد لها اعتبارات كبيرة. إذا كانت مثلا مي مستخدمة في الإندستريال لأغراض التبريد، أوكي، إذا معناته أكيد لها بعد ثاني. The contaminant concentration، أكيد يعني التركيز، يعني مثلا أوكي النايتريت تركيزه عالي، أوكي قديش عالي؟ هل وصل لل MCL maximum contaminant level؟ طبعا هذا الماكسيمم كونتامينت ليفل هو الحد المسموح للتراكيز بحيث انه يضمن سلامه الببليك، الجمهور اللي بيستهلك هذه المي. ومصطلح الام سي ال او الماكسيمم كونتامينت ليفل هو اوريدي اي ثينك انه معرف بالسلايد اللي بعديها، اللي حطته اللي هي ذا يونايتد ستيتس انفايرمنتال بروتكشن ايجنسي، يعني بدون تشبيه إشي شبيه بسلطة جودة البيئة عندنا يعني، بس طبعا شتان يعني، بس anyhow يعني هيك هي الجهة المسؤولة عن الـ quality monitoring والـ regulations والـ هاي الأشياء يعني مرتبطة بوضع المعايير واللوائح والتنظيمات الداخلية اللي من شأنها إنها تضبط جودة المياه بشكل عام. The number of persons affected. طبعا هاي العبارة دائما في عليها خلاف لما أشرح هذه السلايد بشكل وجاهي قدام الطلاب، إنه هو بحكي لك هنا بيكون الوضع سيء بالنهاية، بما معناه إذا مثلا نحكي إنه اللي راح يتناول هاي المي مدينة على سكانها 100,000. I don't agree with this، لأنه سواء كان عندي شخص أو 100,000 بالنهاية it doesn't really matter as long as في شخص واحد أو مجموعة أشخاص مهددين من ناحية صحية من استخدام هاي المياه، معناته خلص يعني صار الأمر سيان مع إنه يكون عدد أكبر. Anyhow, please understand it the way that you want. يعني the area of the aquifer contaminated، أكيد يعني إذا كان الحوض الجوفي ملوث بنسبة مثلا 80% أو 90%، أكيد مش زي بنسبة 10% حتى for the same type of contaminant. The degree by which the contaminants pose يعني pose كأنها threaten يعني تهدد أو whatever hazards which is function of toxicity. يعني مثلا هل هذا contaminant toxic، سميته عالية أو منخفضة؟ هذا طبعا بيلعب دور كبير في تحديد level of severity. Persistence يعني هل هذا contaminant event دائم ولا عرضي؟ يعني مثلا كيف عرضي؟ على سبيل المثال صهريج بنزين عمل حادث قلب ففرغت كل حمولة البنزين، صدف انه في كراكس على سطح الارض فالبنزين هذا دخل ضمن الكراكس وصل للمياه الجوفية، هذا بيكون اشي عرضي يعني مش persistence. لكن تخيل مثلا حفرة امتصاصية، الحفرة الامتصاصية مرتبطة في منزل، الحفرة الامتصاصية هذه مش كوتد من جوا مش مبطنة، هذا معناته persistent لأنه طول ما هو المنزل مسكون من الناس، طول ما في waste water generated، طول ما في waste water disposed of بهاي السسبت، وبالتالي إذا في عندي persistency استمرارية يعني يعني continuity بهالمعنى هذا persistent إصرار. يعني الconcentration حكينا عنه، contaminant movement أكيد، وI think إنه إذا كان اتجاه حركة الملوثات باتجاه مثلا بئر أكيد مختلف عن إذا كانت اتجاه حركة الملوثات بعيداً عن هذه البئر. يعني جيد هيك تفهموا هاي سلايد بشكل منيح. الماكسيمم كونتامينت ليفل اوريدي حكينا عنه، وهذا مثال على جدول بيوضح the type of the constituent العنصر يعني كان نحكي بهذا الشكل، والماكسيمم كونتامينت ليفل حكينا عن الارسنيك، حكينا مثلا النايتريت مشهور جدا 10 ملي جرام بير لتر. هون مثلا I think it is missing a unit، مستحيل طبعا يكون 50 ملي جرام، هو 50 ممكن يكون مايكرو او شيء زي هيك. I think يعني you need to check it يعني please look at it and see what would be the value. هلا ضروري نفهم شغلتين، what is meant by contaminant fate and what is meant by transport. transport هو انتقال، والآلية بنتقل فيها الملوث، إن شاء الله بنشرحه في chapter 16
بعد هذا الشابتر بنتقل ببروسيس اللي هو زي مثلا بالحمل، ما يسمى بالادفكشن، يعني وكأنه المياه الجوفية المتحركة بتحمل معها الملوث، والبينما الفيت اللي هو تغير الكونسنتريشن نتيجة الكيميكال أو البيولوجيكال رياكشنز. إذا عندي تغير كونسنتريشن نتيجة الانتقال، وفي عندي تغير الكونسنتريشن نتيجة الكيميكال رياكشنز. The reliable evaluation of the extent of groundwater contamination أكيد بيعتمد على الفيت and transport. فإذا أنت بدك الإكستنت، طبعا هاي كلمة مهمة، إنه الانتشار، فهل هو الملوث موجود بس في هذا المكان بالحوض الجوفي، ولا هو ماخذ سكيل أو إكستنت أو بعد أكبر من هيك. هذا طبعا بيعتمد على الفيت and transport، يعني إذا المياه الجوفية انتقلت لمسافات كبيرة، الملوث بينتقل معها لمسافات كبيرة. simple as that. إذا عرفنا الفيت اند ترانسبورت نقدر نعرف الريسكس، المخاطر، لأنه مثلا لما أعرف إنه بعد 5 سنين الكونتامينت راح يوصل لبئر معينة، بعرف إنه بعد 5 سنين the population who are using this this well أو this aquifer will get مثلا affected، إذا في ريسك عالي على المستهلكين. و definitely if you would like to design remediation systems، مثل ما حكينا هذا الحكي في الكابتشر زون اناليسيس، لا يمكن تعمل الديزاين بشكل صحيح لما تكون عارف وين موقع البلوم، وعشان تقدر تحط مثلا البير، عشان تعرف قديش تسحب مي، عشان تعرف قديش بدها تكون فتحه او الويدث تبع الكابتشر زون تبع هذا البير اللي انت بدك تحطه عشان يعمل كونتينمنت. فاذا فهمنا لا الفيت والترانسبورت اساسي لهي الثلاث اشياء. هلأ السورسز للكونتامينيشن، المصادر التلوث بتعتمد بشكل كبير على degree of localization. يعني مثلا على سبيل المثال degree of localization، يعني مثلا محطة بنزين فيها underground storage tank of fuel مخزون مثلا، وانت بعمل this is very local، محطة بنزين موجودة فيها المشكلة هذه، معناته في مصدر تلوث. لكن ما أجي أحكي مثلا مناطق سكنية منتشرة بشكل كبير وكلها بتعتمد على الحفر الامتصاصية للتخلص من المياه العادمة الناتجة من المنزل، أكيد degree of localization راح تكون مختلفة. في ملوثات بتنزل مع إشي بسموه wet deposition، اللي هو ال deposition زي كأنه بتحكي زي التساقط هيك deposition، وبالتالي هذا منتشر على مستوى البلد كلها. صح متغير من ناحية التراكيز، لكن at least exists everywhere. loading history نحكي عنه إن شاء الله لمنت، لكن إذا ما حكيت هل هو persistent ولا هل هو إشي عرضي، والtype of contaminant هي اللي مثلا زي ما حكينا بتعني إنه هل هذا contaminant إله risk أو هو contaminant بسيط التخلص منه والتخلص من وجوده في الحوض الجوفي priority أولوية ولا مش أولوية. أنواع مصادر التلوث في عندي نوعين رئيسيات، هذا ضروري ومهم كتير كتير إنه تفهموه بشكل جيد، اللي هو ما يسمى بأنواع مصادر التلوث. it could be point it could be non point. زي ما حكينا point اللي هو الإشي اللي يكون easy to identify its spatial location، non point اللي يكون إشي widespread وصعب إنه نحكي إنه this is exactly the location. I think في شرح عنهم in a minute after the following images. هذا اللي حكيت عنه على سبيل المثال subsurface reservoir أو tank، وهي برد مدفون في chemical، وبالتالي لو صار في عندي اهتراء أكيد لأنه الكيميكال بيتفاعل مع هذا السطح الداخل لهذا، sooner or later راح يصير في عندي هذا leakage، واللي كيف بشكل أو بآخر بوصل للمياه الجوفية، ومتى وصل للمياه الجوفية بدي تحرك بحركتها. وجود البير هنا عمل induced drawdown باتجاه البير، وبالتالي حف وشجع حركة المياه الجوفية الحاملة للملوثات هذه باتجاه البئر، وهذا البئر راح يصير يبدأ ياخذ
مي ملوثة بالنهاية. هون مثلا لاندفيل دمب، لاندفيل اللي هو زي ما كان نفايات في طمر، يعني يحطوا في طبقة مثلا كلاي على السطح بعد ما يحطوا النفايات، فبالتالي مثلا إذا ما كانش سانيتري لاندفيل أكيد راح يعمل لي مشكلة. هذا على الأغلب تؤديكيت إندستريال ويست ووتر أو إندستريال سورس أوف بولوشن. Again هذا indication، بس هذا كله on ground. هون مثلا هاي شكل الحفرة الامتصاصية، إذا في عندي dumping إلها من البيت أو الأمر بالنهاية، وهذا بس مجرد يعني تمثيل بسيط جدا ل ground water. يعني هون عندي two views، عندي هون side view، في عندي هون top view، كأنك تطلع على التلوث في قلب الأكوفر. وإذا بتلاحظوا في عندي ليد شيت بالنهاية، وبالتالي نزل نوعا ما بشكل عمودي، لما يوصل لهم بصير بشكل لاترال جانبي أفقي أكيد، وبالتالي بصير في عندي الموفمنت بهذا الشكل. بس إذا بتلاحظوا في continuation، يعني هي بداية التلوث، يعني هي مش بداية، هي نهاية مقدمة التلوث، وهي هو مصدر التلوث، وبتلاحظوا إنه ما في نهائي أي انقطاع. إذن هذا اللي بنسميه persistent، هذا الهيستوري، الإشي المرتبط بالزمن يعني. تمام، نفس الشيء مرتبط بالسلايد اللي قبل with contours to indicate the different concentrations لل pollution اللي already موجود عندي. فبنيجي مثلا نحكي 300 ملغرام مثلا بير لتر، 200، 100. واضح كل ما كنا في المركز اكثر كل ما كان الكونسنتريشن اعلى، كل ما طلعنا للاطراف كل ما كان الكونسنتريشن اقل، تو انديكيت انه الاطراف بصير فيها ميكسينج وفيها تشتت اكثر، وبالتالي بصير فيها ديليوشن يعني بالنهايه. صار هيك نوعا ما تكرار، لكن يعني انا هاي مثلا نوع من الاشياء اللي انا بتهمني انك تحاول تفهمها. درو داون هي واضح الحركه اللي تصير بهذا الاتجاه، base flow وبالتالي تلوث للريفر زي ما حكينا environmental aspects. هون مثلا هاي عبارة عن impermeable bedrock، هذا مثلا denser than the groundwater فبنزل لتحت، هذا مثلا lighter density أقل فبضل على يطفو على سطح الأرض. في chemicals فيها density عالية، وفي chemicals زي الوقود على سبيل المثال الدنسي تبعته أقل من المي، وبالتالي بضل بطوف على سطح المي في الأكوفر. This is very interesting. Already حكينا على ال sea water intrusion، ومرة ثانية you pump more you create this problem. أنا already صار مفهوم لك. This is quite interesting، لأنه بالأصل هذا المجاري تبعته هيك رايحة بالأصل. ليه؟ لأنه هي الستاتيك ووتر ليفل، لكن نتيجة وجود البير عكس اتجاه المياه الجوفية، والكابتشر زون انترسكتس هذا الأحمر اللي عندي هون، وبالتالي برد برجع الملوث باك تو ذا ويل. ذا سيم ابلايز بهذا الوضع عندي هون. Pesticides اللي هي المبيدات الحشرية اللي ضد الآفات الزراعية، I think إنه هذا بده ينتهي الإشي في البير. طبعا أنا في عندي شغلتين بدي أميزهم بالمناسبة يا جماعة. أول شغلة إنه بكل الأحوال التلوث حصل في الحوض الجوفي في الأكوفر، بس هل لما حصل وصل لبير ولا ما وصل؟ إذا في عندي بعدين تلوث المياه الجوفية as a fact it will happen، لكن هل هذا راح يؤدي لوصول المي وصول التلوث لبئر ونرجع احنا نستخرج مي ملوثه؟ ذات از ديفرنت اسبيكت، اللي هو بالنهايه حكينا عنه بيعتمد او بيأثر على السيفيريتي، حديه تلوث المياه الجوفيه. I think it's very interesting to look at these figures، لانه بتعطيكم really a very good insight about this. إذا كان على سبيل المثال البامبنج من هذا البير عالي كثير لدرجة في اوفرلاب مع هذا البير من خلال أكيد سوبر بوزيشن ثيوري
ممكن انه هذا اللي يستجلب التلوث. بس اذا بتلاحظوا في عندي هون زي كانه هيك بهذا الشكل، وبالتالي وجود هذا الماكسمايزيشن ما بيخلي هذا انه يكون في حركه باتجاه البئر رقم 2 اللي حكينا عنه. هون مثلا فيري فيري انترستنج، هاي اللي هي نفس هاي نفس هاي، هون بالوضع الطبيعي هيك المي متحركه، سوري هيك سطح اتجاه سطح هيك شكل سطح المي، وبالتالي الملوث بتحرك بهذا الشكل باتجاه تناقص الهيد. وجود البير هلا هون مش شغال، لما يشتغل زي ما احنا شايفين هون صار له لون، هون اللون صار من نفس لون الكونتامينت لانه سحب مي ملوثه، لانه عكس اتجاه حركه المياه الجوفيه. This is very very important concept for you to understand. هون this is the base flow، والbase flow اللي بعطي هذا الريفر هو already المي اللي فيه صارت ملوثة نتيجة اختلاط polluted والpollution، يعني polluted amounts of water مع الfresh water. What else? This is very very interesting by the way. بفكر فيها بشكل منيح. هذا كأنه confined aquifer بهاي الجزئية هنا، لأن نتيجة وجود impermeable أو slightly permeable layer، زي مثلا نحكي عن aquitard مثلا clay هذه، لكن البير باخذ من تحت. تمام يا جماعة، الملوث طلعوا كيف نزل هيك وضل على هاي، ما قدرش ينزل بهذا الشكل، يعني ما في مجال، وبالتالي الملوث وصل هنا. If you pump very much ممكن يستجلب المي هيك وياخذ تلوث، لكن إذا مش كتير كان البامبنج ريت ممكن ما يأثر على هذا، وهذا بجوز يكمل هيك though very close للويل لوكيشن، لكن the amount of water that is pumped is not enough to invert يعكس أو يعمل شيء adverse يرجع ال flow of groundwater باتجاه البير. هذا خلاص هيك صار الشيء هذا يعني في repetition بالنهاية. هذا مهم كتير على كل يعني إذا قدر إلكم إنكم يعني تشتغلوا إشي له علاقة في groundwater pollution، مصطلحات زي مثلا point source non point source راح تمر معكم من ناحية the type of the contaminant source. البوينت source إنه هو يعني source نقطي، لكن at least you can identify أكيد single location، والامباكت تبعه اكيد لوكال، بنحكي احنا خزان لا محطة وقود جاز ستيشن، اكيد تأثيره بده يكون محلي. وهي امثلة على الشيء اللي اوريدي احنا حكينا عنه، مثلا ليكينج بايب لاينز زي مثلا خطوط المجاري. خطوط المجاري لما يكون فيها احتراق ممكن انها تأثر على جودة المياه الجوفية، وهذا very common بالمناسبة بغزة. أول شيء طبيعة رملية، بنية تحتية قديمة، وبالتالي في عندي ليكج، وكونه في عندي ليكج من المجاري معناته في عندي input لل underground aquifer، وخصوصا إنه الرمل اللي هو سائد هناك بشجع كثير على الانفلتريشن. نون بوينت ديفيوز منتشر، اكيد لما نيجي ندقق مضبوط في النون بوينت سورس بنلاقيها مؤلفه من اكثر من سمولر سورس، لارج ديستريبيوتد طبعا مسافات كبيره زي اراضي زراعيه على سبيل المثال. صعب انك انت تعرف بوينت محدده اكيد لانه منتشر زي ما حكينا، والامباكت بدل ما يكون عندي لوكال زي ما حكينا يكون عكسها اللي هو ريجنال. أهم مثال إله الأجريكالتشرال أكتيفيتيز. اللودينج هيستوري من المصطلحات اللي very common to be considered when studying the groundwater pollution. اللودينج هيستوري اللي بحكي لك كيف تغير شدة مصدر التلوث مع الزمن، ممكن يكون زي هيك خلص. زي ما حكيت المثال إنه صهريج قلب وفرغ الحمولة تبعته وصلت للمياه الجوفية، إذا حصل في فترة زمنية وبعدها زيرو خلاص ما في مجال.
ممكن إشي مستمر. A very good example on it مثلا subsurface chemical storage tank في fuel station دائما موجود هذا. مثلا إشي متغير مع الزمن كبير good example عليه هذا بس a very good example زي fertilization التسميد يعني fertilizers الأسمدة لأنه إشي موسمي مثلا ممكن بشهر مثلا 10 أو 11 قبل المطر إنه ينحط كمية بموسم معين ما بنحطش برجع بحط الواحد مرة تانية إذا في عندي variability of the source amount of pollutant with time مثلا هون عندي concentration متناقص بشكل أحيانا يسموه asymptotic أو معكوس exponential زي واحد على x او e to minus x او whatever بالنهاية زي مثلا ايش نحكي انه هاي جبنا ملوث هذا ملوث decays over time يعني مثلا كيف نجيب مثلا ملوث بتطاير اكيد مع الزمن بتكون شدته بتقل قاعدة لانه في عندي decay هذا مصطلح يعني لازم يكونوا عارفينه بالنهاية. By this we come to the end of this introductory part ضروري جدا هذا راح اجيب عليه اسئلة فيها يعني justify, explain, give examples and so on. By this we come to the end of جزء 15 إن شاء الله immediately بنبدأ ب 16 very soon ويعطيكم ألف عافية.